بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي برزة يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى أنه يبكر بصلاة الفجر عند طلوع الفجر، يبكر بها بعد طلوع الفجر، بحيث إذا انصرف المصلون يعني سلموا منها يعرف كل منهما جليسه، وكان يطيل القراءة فيها، لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، دل على أنه يدخل فيها مبكرا بعد طلوع الفجر ويطول الصلاة ولا ينصرف منها إلا حين ينتشر النور ويعرف كل رجل جليسه. نعم. وله عن أم سلمة قالت: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. نعم. في حجة الوداع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منى في اليوم 13، صلى الفجر في المسجد الحرام، صلى بالناس في المسجد الحرام، وكانت أم سلمة تطوف بالبيت أمامه، فدل هذا أن هذا لا يؤثر، إذا مر الطائفون من أمام المصلين وإن كان فيهم النساء فإن هذا لا يؤثر على صلاة المأمومين، فإن أم سلمة كانت تطوف وراء الناس، وراء الناس كانت تطوف وراء الناس يعني في أمام الناس، يعني في مما يلي الكعبة في صحن المطاف، وهي تمر من أمامهم في طوافها، وهذا لا يؤثر على صلاة المأمومين. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا فيه دليل على إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر، بحيث إن الصحابة كانوا إذا أقيمت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى البقيع، وهو المكان الخالي وراء البنيان، ويقضون حاجتهم في بول أو غائط، ثم يرجعون ويتوضؤون، ثم يدركون الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، دل على أن الركعة الأولى من صلاة الظهر تكون طويلة وينتظر فيها الناس ليدركوها ولا يستعجل الإمام في ذلك. نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. نعم، في هذا أن الأوليين من صلاة الظهر يطولان، وأما الأوليان من العصر فيطولان لكنهما أقل من الركعتين الأوليين في الظهر، وهذا من باب التدريج أو التدرج في الصلاة، يطيل الركعة الأولى والتي بعدها أقل منها بقليل، ثم كل ركعة من الصلاة أخف من التي قبلها، وهذا من التدرج في الصلاة. نعم. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. نعم، هذا فيه أن صلاة الفجر تطول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقاف، سورة قاف والقرآن المجيد، وهي سورة طويلة نسبيا، فيطول في قراءة صلاة الفجر، لأن الله جل وعلا سماها قرآن فقال وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره الملائكة الحفظة الذين ينزلون للنهار، ويصعد يصلون جميعا، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون، ينزل ملائكة ويصعد ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. نعم. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. نعم، كان يطيل الصبح أكثر من غيرها، ويطيل الظهر أيضا ولكنه دون إطالة الفجر، ويطيل العصر أيضا لكنها دون إطالة الظهر، وهكذا يتدرج صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي داود الصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. نعم، أطول الصلوات الخمس صلاة الصبح، ولذلك سماها الله قرآن الفجر، لأنها تطول فيها القراءة سواء للإمام أو للمأموم أو للمنفرد. نعم. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. حزرنا يعني قدرنا، فحزروا أي قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم بمقدار 30 آية، وهي مقدار سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، والعصر أقل من ذلك. نعم. وله عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. نعم، هذا مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم، السماء ذات البروج والسماء والطارق في الظهر والعصر، وهذا متوسط بين الطول والقصر. نعم. وله عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. نعم، أحيانا كان يقرأ سورة الزلزلة ويكررها في السورتين في بعض الأحيان، ولا يداوم على ذلك. نعم. وعن ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ابن سيرين من كبار التابعين
رحمه الله يقول لأنه لا يعلم إلا أنهم كانوا يقرؤون في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي صلاة العصر كذلك بفاتحة الكتاب وسورة، يعني في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. نعم. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأهما، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا في صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها، وقام ليلة فقام معه حذيفة رضي الله عنه، قام يصلي معه فيه صلاة الجماعة في النافلة في صلاة الليل مثلا، ولكن لا يرتب هذا دائما إلا في رمضان، إلا في التراويح في رمضان. وأما إذا صادف بعض الأحيان أنهم صلوا النافلة جماعة فلا بأس بذلك، لكن لا يداوم على هذا ولا يقصد هذا دائما. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أطال القراءة في الركعتين، قرأ بعد الفاتحة بسورة البقرة، وقرأ بعدها بالنساء، وقرأ بعدها بآل عمران في الركعتين، في ركعتين هذه السور أطول ما في القرآن قرأ بها في ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم. ففيه إطالة صلاة الليل إذا لم يكن إماما، وأما الإمام فإنه يراعي المأمومين ولا يشق عليهم. نعم. قال البخاري: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى أخذته سعلة فركع. نعم، قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون، وحتى جاء على ذكر الأنبياء فيها وموسى وهارون، فأخذته سعلة يعني كحة، فركع صلى الله عليه وسلم لما اشتدت عليه الكحة فثقلت عليه القراءة، فركع صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إطالة صلاة الفجر. نعم. قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. نعم، عمر كذلك يطيل صلاة الفجر، يقرأ بالمئات في صلاة الفجر، ويقرأ نعم في الثانية بسورة من المثاني، من المثاني يعني أقل منها، من المثاني يعني من ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني سورة الفاتحة. نعم. قال: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. الأحنف لعله الأحنف بن قيس رضي الله عنه ورحمه، أنه أطال الصلاة في الفجر، وذكر أنه صلى مع عمر فكان يطيلها نحو من ذلك، ففيه الاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين. نعم. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر
ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. نعم، في هذا أنه يفصل في الصلوات، أنه يفصل في الصلوات، فالمفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل ثم بالمفصل لكثرة الفصل بين الآيات لقصر آياته، وأوله قاف، وقيل أوله سورة الحجرات، وقيل أوله سورة الدخان، ولكن المشهور أن أول المفصل هو سورة قاف. كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل. طوال المفصل من قاف، من قاف إلى سورة عم، طوال المفصل من سورة قاف إلى عم، إلى سورة عم، هذه طوال المفصل. أوساطه من عم إلى الضحى، إلى الضحى والليل إلى سجى، وقصاره من الضحى إلى آخره. وكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي من أوساط المفصل، وأحيانا يطيل في المغرب. قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب سورة الأعراف، وقرأ فيها بالمرسلات، قرأ فيها بالطور، لكن هذا بعض الأحيان. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.